وبركاته محبي ومتابعي صدى اف ام اينما كنتم. كل التحية لكم من هنا من ملعب طرطوس البلدي لنقل مباراة الوحدة والساحل. طبعا هي مباراة هامشية بالنسبة للفريقين وبالنسبة لكل فرق الدرجة الممتازة في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز. أولا نعتذر فقط على التأخير بالنسبة لدخولنا على التعليق لأسباب خارجة عن إرادتنا. طبعا المباراة بالنسبة لفريق الوحدة والساحل كما ذكرت هي مباراة تعتبر يعني هامشية ليس لها تأثير سوى لفريق الوحدة طبعا زيادة عدد النقاط الذي يملك من النقاط 44 نقطة في المركز الخامس أو الرابع متساويا مع فريق حطين لتثبيت المراكز. فيما طبعا فريق الساحل طبعا انتهى مشواره بالدوري الممتاز بعد أن خسر آخر مباراة المرحلة ما قبل الأخيرة أمام الحرية بسوء هزه أجمع لفريق الوحدة داخل منطقة الجزاء ولكن مبعدة من مدافعي فريق الساحل. طبعا فريق الساحل في هذه المباراة جل لاعبيه أو أغلب اللاعبين هم من فريق الشباب، أغلب لاعبي فريق الرجال هم غائبون عن الفريق، الفريق لم يحضر أي حصة تدريبية بعد طبعا عودته من ملعب السابع من نيسان من حلب بعد أن فقد الآمال بالبقاء بدوري الدرجة الممتازة. كما ذكرت الساحل حاليا هو خارج نطاق المنافسة بالنسبة طبعا لفريق الساحل. فيما فريق الوحدة كما ذكرت بيلعب بأغلب نجوم الفريق فريق الوحدة كي يحافظ على مركزه كي يحافظ على مركزه في الرابع أو الخامس. وهي تعتبر بالنسبة لفريق الوحدة بمثابة مباراة تحضيرية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي سيدخل بها فريق الوحدة في الحادي طبعا والعشرين من هذا الشهر. ستكون مهمة فريق الوحدة كما ذكرت ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وهو ضمن بعد أن طبعا احتل المركز الرابع في مشوار الدوري وأيضا في متساويا مع فريق حطين. إذن المباراة قد تحمل طابع طبعا المحبة والود بين الفريقين الساحل والوحدة. وكما ذكرت فريق الساحل هو فريق أغلب لاعبيه من فريق الشباب يعني بحسب تشكيلة فريق الساحل التي وردتني طبعا من الكادر التدريبي فريق الساحل لا يوجد أي لاعب من فريق الرجال ضمن التشكيلة الحالية في أرض الملعب. طبعا يقود هذه المباراة للساحة الحكم أحمد خليفة وهو طبعا يقود هذه المباراة الأولى له لفريق الوحدة والساحل بالدوري الممتاز. رمي التماس لفريق الوحدة طبعا اعذرونا بشوي بالنسبه لاسماء الفريقين لانه طبعا التاخير كان خارج عن اراده صدى اف ام. طبعا ما لنا متعودين على هالامور ولكن الحمد لله رب العالمين وصلنا بخير وسلامه الى طرطوس مع طبعا صافره البدايه وتعذرنا شوي باسماء او ارقام اللاعبين لكن طبعا سنكون معكم كل التفاصيل من داخل الملعب ونتابع حرصا لكل متابعي صدى اف ام ان تكون حاضره ولو كان طبعا لم نتعرف الى اسماء الفريقين لكن بقدر المستطاع راح نضع كل الساده المتابعين في الصوره بالنسبه لفريق الساحل والوحده. خطا لمصلحه فريق الوحده بعد منتصف الملعب. يعني فليعذرنا جمهور ومحبي نادي الوحدة على طبعا أسماء لاعبي الوحدة لم نحصل على أسماء لاعبين فريق الوحدة حتى الآن وبالكاد أنه حصلنا على مجموعة من لاعبي فريق الساحل وهذه كرة لداخل منطقة الجزاء ولكن تدخل للحارس زين عيزوقي. طبعا هذا الحارس الشاب هي المباراة الأولى كما ذكرت له ضمن مباريات الدرجة الممتازة. لاعبي طبعا فريق الشباب كانوا أغلبهم لم يشارك بالدوري الممتاز بأغلب مباريات الدوري الممتاز وحاليا طبعا هي مباراة تحضيرية أو استعدادية خاصة لفريق الوحدة الذي كما ذكرت طبعا يستعد ل طبعا تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي وهذه كرة لداخل منطقة الجزاء على مشارف الجزاء لفريق الوحدة
على التسديد، ولكن أيضا تدخل بالوقت المناسب من مدافع فريق الساحل عمار رحال ويبعد الكرة، ولكن تخرج الكرة خارج الملعب إلى ركلة مرمى لفريق الساحل. العزوخي على التنفيذ، بضع الكرة مباشرة، كرة أمامية بعد منتصف الملعب باتجاه عمار رحال، لكن مقطوعة الكرة تعود لفريق الوحدة ناحية اليمين، ولكن تبقى الخطورة من ناحية اليمين من حميد ميدو، كرة داخل منطقة الجزاء ومبعدة في الوقت المناسب أيضا من مدافعي فريق الساحل. علي حسن، علي حسن إلى محمود غانم، يوسف، كرة أمامية بوسط الملعب تعود لفريق الوحدة لأسامة على التنفيذ، الحلاق، الحلاق، كرة داخل منطقة الجزاء ولازالت الخطورة قائمة، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق الوحدة بعد مرور حوالي 10 دقائق من أحداث المباراة. الوحدة يفتتح التسجيل بمرمى زين عيزوقي، هدف للوحدة مقابل شيء لفريق الساحل. إذن هدف لفريق الوحدة، أول أهداف هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز. كما ذكرت الساحل طبعا يشارك في هذه المباراة بفريق الشباب أغلب اللاعبين، هناك لاعب أو اثنين بس من فريق الرجال على ما يبدو، محمود غانم أو عبد الكريم حسن وعلي حسن هم أحد أعمدة فريق الرجال، ولكن أغلب اللاعبين وباقي أغلب اللاعبين طبعا لم يشاركوا. طبعا من سجل هدف الوحدة أنس العاجي، أنس عاجي هو من سجل حاليا هدف لفريق الوحدة، هو لاعب طبعا ممتاز بفريق الوحدة، ولاعب له طبعا ضمن كان ضمن المنتخب الأولمبي. إذن هدف لفريق الوحدة بعد مرور حوالي 10 دقائق من أحداث الشوط الأول، الوحدة يتقدم على الساحل بهدف مقابل لا شيء. كرة على مشارف منطقة الجزاء لا زالت لفريق الوحدة ناحية اليمين، الكرة مقطوعة ومبعدة، ولكن هناك راية وصافرة وخطأ لمصلحة فريق الساحل. إذا كما ذكرت الوحدة سيلاقي ضمن طبعا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، هو ضمن مجموعة العهد اللبناني وأيضا الحد البحريني، وتقام تصفيات هذه المجموعة في مملكة البحرين. الوحدة في كما ذكرت في 21/5 سيلاقي العهد اللبناني في البحرين، ويوم 24/5 ستكون المباراة الثانية بالنسبة لفريق الوحدة مع الحد البحريني. وكذلك الأمر ينطبق على نادي تشرين الذي توج بلقب بطولة هذا الدوري، وأيضا هناك له مباراة حاليا يلعب مع الكرمة بملعب الباسل بحمص. طبعا هي أيضا كمان وجميع المباريات هي تحصيل حاصل وهامشية بالنسبة لكل فرق الدوري، خاصة بعد أن توج تشرين بلقب بطولة الدوري لهذا الموسم وحسم اللقب قبل نهاية هذه المرحلة الأخيرة. تشرين أيضا سيشارك في كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب فريق الوحدة، لكن طبعا فريق تشرين هناك طبعا فريق الأنبياء الفلسطيني وأيضا الكويت الكويتي والفيصلي الأردني، هي مجموعة فريق تشرين، مجموعة صعبة بالنسبة لفريق تشرين نوعا ما، لكن المهم قد تكون أسهل لفريق الوحدة. الوحدة طبعا بكأس الاتحاد الآسيوي سينضم إليه هداف الدوري اللاعب الموهوب هداف نادي جبلي، وكل طبعا ألف مبروك لنادي جبلي بفوزه بمسابقة كأس السيد رئيس الجمهورية. طبعا اللاعب الهداف محمود البحر انضم إلى مجموعة فريق الوحدة بكأس الاتحاد الآسيوي، سيكون حاضرا مع مجموعة هذه المجموعة التي حاليا تلعب في هذا الملعب البلدي بطرطوس. طرطوس لم نعتد طبعا أن تعتد أن يكون غير فريق الساحل حاضرا فيها. الساحل كان له حضور في الموسم الماضي بعودته لدوري الممتاز بعد أن عانى كثيرا، ولكن هذا الموسم فريق الساحل منذ بداية المشوار كان حضوره سلبيا جدا وتأخر في النتائج، لكنه حقق بعض النتائج وهذه تسديدة لفريق الوحدة داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك راية وصافرة وتسلل، أول تسلل لمصلحة فريق الساحل. إذن تسلل
إذن كما ذكرت فريق الساحل ضمن هذا الموسم حقق نتائج جيدة بفوزه في هذا الملعب على حطين بهدف مقابل لا شيء، وأيضا فاز على الاتحاد أيضا بهذا الملعب أيضا بهدفين مقابل لا شيء، والفوز الثالث كان لفريق الساحل ضمن المشوار الدوري هو على فريق الحرية أيضا بهدفين مقابل لا شيء. الساحل يمتلك من النقاط 17 نقطة، هو بالمركز 13 على سلم الترتيب. كما ذكرت فاز في 3 مباريات وتعادل في 8 مباريات فريق الساحل هذا الموسم، وخسر 14 مباراة، له من الأهداف 19 هدف، وأيضا عليه نسبة كبيرة من التسجيل في سجلت في مرمى فريق الساحل، 40 هدف سجل في مرمى فريق الساحل. فيما فريق الوحدة كما ذكرت في المركز الخامس فاز قبل هذه المباراة ب 11 مباراة وتعادل أيضا ب 11 وخسر 3 مباريات فريق الوحدة، له من الأهداف 31 هدف. هذه كرة لفريق الوحدة تسديدة من باسم المصطفى لكن ترتطم بالقائم الأيمن وتخرج إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس لمصلحة فريق الساحل. إذن فريق الوحدة بالمركز الخامس فاز في 11 مباراة وتعادل أيضا ب 11 مباراة، خسر بثلاث مباريات وله من الأهداف 31 هدف، وعليه سجل في شباك فريق الوحدة 18 هدف طبعا بمرمى طه الموسى حارس منتخبنا الوطني. وهذه كرة لفريق الوحدة على مشارف منطقة الجزاء، يمتلك من النقاط 44 نقطة الوحدة متساويا مع فريق حطين بالمركز الرابع. إذن هي مباراة قد تكون في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الوحدة هذه المباراة. الساحل ودع الأضواء رسميا بعد أن فقد الأمل في الأسبوع قبل الماضي أمام الحرية بحلب عندما خسر بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف بعد أن كان متقدما في الشوط الأول الساحل بهدفين. وهذه كرة لفريق الوحدة داخل منطقة الجزاء ولازالت الخطورة قائمة عند أنس العاجي صاحب هدف فريق الوحدة الأول في هذه المباراة، ولكن الكرة مبعدة بالوقت المناسب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لفريق الوحدة. إذن حتى مدرب فريق الساحل الكابتن عبد الناصر مكيس هو غائب عن طبعا تدريبات أو مؤازرة الفريق، يعني كما يشير أحد الإداريين أن فريق الساحل لا الكادر التدريب ولا اللاعبين تابعوا التدريب ولا هم حاضرين حتى الآن في أرض الملعب. يعني مجموعة من اللاعبين الشباب طبعا هي حاضرة في أرض الملعب، جل لاعبي فريق الساحل من الشباب، يعني ما يعني بالنسبه لي انا معلق لا اعرف سوى عبد الكريم حسن هذا اللاعب الموهوب، ايضا وعلي حسن صاحب الرقم 10 وعمار رحال، هؤلاء اللاعبين هم من فريق الرجال، فيما تبقى من جميع اللاعبين حتى بما فيهم طبعا الاحتياطيين هم من فريق الشباب. هذه كره لفريق الوحده داخل منطقه الجزاء قد تكون الهدف الثاني، حميد ميدو على مشارف منطقه الجزاء يسدد ولكن كره خجوله ومبعده ايضا بالوقت المناسب. إذن هي تعتبر بمثابة حصة تدريبية لكلا الفريقين، لأن فريق الساحل بفريق الشباب يشارك أيضا، وفريق الوحدة هي مباراة استعدادية لفريق الوحدة قبل خوض تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي التي ستبدأ أو ستنطلق في 21 من هذا الشهر، وسيكون تجمع نادي الوحدة في مملكة البحرين، والمباراة الأولى لفريق الوحدة مع العهد اللبناني. قد يكون مشوار الفريق الوحدة سهل نوعا ما مقارنة مع فريق تشرين، طبعا كان فريق الوحدة بالمجموعة كما ذكرت مع إلى جانب العهد اللبناني فريق الحد البحريني. كرة بوسط الملعب تلعب ناحية اليمين عند فريق الساحل، مقطوعة الكرة وتعود لمصلحة فريق الوحدة. مجموعة من فريق الشباب من لاعبين الشباب بنذكر هم دائما وغالبا، لأن أغلب لاعبي أو كل لاعبي فريق الساحل لفئة الرجال ممن كانوا موجودين طبعا مباريات الدوري غائبين نهائيا عن الفريق منذ مباراة الفريق الأخيرة مع الحرية بحلب، حتى الآن لم يتدرب الفريق. وهذه كرة لمصلحة فريق الساحل ولكن مقطوعة بالوقت المناسب وتعود لفريق الوحدة، تدخل قوي من أحد لاعبي فريق الوحدة عند حميد ميدو بوسط الملعب، تلعب ناحية اليسار عند الحلاق بوسط الملعب، يعيد الكرة
ولكن تمريره بالخطا بوسط الملعب عند فريق الساحل. برافو لعناصر فريق الساحل الشبان، طبعا يجارون المجاراة لفريق الوحدة بكامل وكامل نجومه فريق الوحدة، ولكن طبعا الوحدة يعتبرها مباراة أو حصة تدريبية، هذه المباراة تعتبر بمثابة حصة تدريبية لفريق الوحدة استعدادا لكأس الاتحاد الآسيوي. نتمنى طبعا التوفيق لفريق الوحدة في المهمة القادمة إن شاء الله، في مهمة كأس الاتحاد الآسيوي. هو ممثل طبعا سوريا الثاني في هذه المسابقة إلى جانب نادي تشرين، وأيضا انضم فريق أو نادي جبلة بعد أن توج، وألف مبروك لنادي جبلة بعد أن توج أيضا بمسابقة لقب كأس السيد رئيس الجمهورية، واتضحت معالم الهبوط بالنسبة لهذا الموسم. طبعا رافق نادي الساحل إلى الدرجة الأولى نادي الحرية، فيما طبعا نبارك بنفس الوقت لنادي عفرين من حلب الذي طبعا عاد إلى مصاف الأندية الممتازة بعد عناء جدا ومشوار ناجح، وأيضا نبارك لنادي النواعير الذي كانت عودته سريعة أيضا إلى الدوري الممتاز. الكرة بوسط الملعب عند فريق الوحدة تعود إلى حميد ميدو، حميد ميدو كرة أمامية باتجاه الحلاق ولكن مبعدة بالوقت المناسب، وهذه تسديدة ولكن بعيدة جدا عن مرمى فريق الساحل. إذا فريق الساحل في هذه المباراة كما ذكرت باللاعبين من الشبان في حراسة المرمى زين عيزوقي، علي حسن، عبد الكريم حسن، محمد الأحمد، بشار عيسى، عمار رحال، سليمان زلف، ياسين عباس، محمود غانم، رائد سلوم، يوسف فياض، وطبعا المدرب أحمد درويش. الكرة في وسط الملعب عند فريق الوحدة مقطوعة من كابتن الفريق علي حسن طبعا مخضرم ولاعب وضابط إيقاع وارتكاز فريق الساحل علي حسن. فريق الوحدة هو طبعا من أقدم الأندية السورية، وتم تأسيس هذا النادي في موسم 1928، وهذه كرة الفريق الساحل على مشارف منطقة الجزاء، لا زالت الخطورة قائمة عند اللاعب عمار رحال إلى علي حسن إلى يوسف فياض، كرة أمامية ولكن أيضا مبعدة بالوقت المناسب من مدافعي فريق الوحدة. الوحدة هو طبعا تم تأسيسه في موسم 1928 وكان تحت اسم ومسمى نادي الغوطة وقاسيون، ومن ثم تم تسميته نادي الوحدة. الوحدة حقق بطولات الدوري لموسم 2004 و2014، طبعا بطولتي دوري لفريق الوحدة خلال مشوار هذا النادي في الدوري العام. طبعا فيما كان له حضور جيد وطبعا كبير بمسابقة كأس السيد رئيس الجمهورية، 8 مرات نادي الوحدة حصل على لقب كأس الجمهورية موسم 93 و2003 و2012، وهذه كرة لفريق الوحدة على مشارف الجزاء ولكن مقطوعة أيضا من مدافعي فريق الساحل، وأيضا ب 2013 و2015 و2016 و2017 2019 هذه المواسم كانت طبعا المواسم الذهبية بالنسبة لكأس الجمهورية، أتحدث لنادي الوحدة والتي حصد فيها اللقب. فيما كان لنادي الوحدة حضور بكأس السوبر لموسمين، موسم 2016 2020، وأيضا نادي الوحدة كان له وصافة كأس الاتحاد الآسيوي عندما خسر طبعا في المباراة النهائية أمام فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء، كرة لحميد ميدو داخل منطقة الجزاء تسديدة ولكن تلكع بالتسديد، ولكن مبعدة الكرة وتدخل من مدافعي الساحل الكرة عند علي بوسط الملعب، علي حسن لاعب ارتكاز ودينامو فريق الساحل واحد اللاعبين المخضرمين بفريق الساحل. عذرا لم تصلنا حتى الان اسماء لاعبي فريق الوحده، عذرا طبعا التاخير كان خارج عن ارادتنا بالنسبه لفريق وكادر صدى اف ام، وهذه كره والهدف هناك تلاعب بمدافعي والتسديد والهدف الثاني ولكن خارج المرمى طبعا يتلاعب بدفاعات فريق الساحل، وهناك طبعا تسديده كانت على
من علامة نقطة الجزاء، ولكن الكرة خرجت أو جاورت القائم الأيسر لمرمى العزوقي حارس فريق الساحل. الكرة عند الحلاق على مشارف منطقة الجزاء، يلعب كرة خفيفة ولكن الحارس يخرج بالوقت المناسب ويمسك الكرة. العزوقي يضع الكرة مباشرة عند علي حسان، يعيد الكرة إلى الحارس، إلى محمد الأحمد. محمد الأحمد كرة أمامية باتجاه عمار، عمار رحال، عمار يراوغ، مقطوعة الكرة من أمام عمار، تعود الكرة لفريق الوحدة ناحية اليمين ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للساحل. إذا كما ذكرت فريق الوحدة هو كان وصيف لكأس الاتحاد الآسيوي عندما خسر في المباراة النهائية أمام فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء. عدة لاعبين عدوا على فريق الوحدة، طبعا كانوا هدافين للدوري العام منذ موسم طبعا 1990 عندما كان عثمان بوارشي هدافا للدوري برصيد 11 هدف، وايضا الكابتن عساف خليفه لموسم 92 كان ايضا هداف للدوري متساويا مع اللاعب مهند البوشي بموسم 92 ب 11 هدف، وايضا اللاعب ماجد الحاج بموسم 2013 ايضا 11 هدف. اللاعب حاليا رجا رافع، اللاعب المخضرم الذي يلعب حاليا لفريق الفتوة والذي طبعا استمر ضمن دوري الأضواء هذا الموسم، رجا رافع كان له 22 هدف بموسم 2015، كان لاعب بفريق الوحدة وحصل على لقب هداف الدوري كما ذكرت ب 22 هدف. أسامة أومري المتواجد حاليا مع فريق الوحدة أيضا بموسم 2016 كان له 17 هدف، وباسل مصطفى ايضا المتواجد مع فريق تشرين ب 2018 الذي لعب الوحده طبعا ب 15 هدف. كره لفريق الوحده داخل منطقه الجزاء، الحلق كره عرضيه ولكن تدخل وايضا كره مرتده من الحارس وفوق العارضه، كانت ايضا فرصه خطيره لفريق الوحده. كما ذكرت محمد زين اضاع هذه الكره الخطيره طبعا. كرة بوسط الملعب عند فريق الوحدة، لا زالت الخطورة قائمة على مشارف منطقة جزاء فريق الساحل. الزينو يلعب كرة أمامية، الحلق وتسديدة أيضا تعود إلى الحلق وأيضا يسدد بجسم الحارس، عدة كرات خطيرة داخل منطقة الجزاء. الحارس والدفاع يتألق بإبعاد والتصدي لكل الكرات الخطيرة لفريق الوحدة التي الذي يعتبر هذه المباراة كما ذكرت بمثابة حصة تدريبية. طبعا مع توليفة فريق من مجموعة من لاعبي الشباب بفريق الساحل في هذه المباراة. كرة لفريق الساحل عم شرف منطقة جزاء الوحدة، لازالت الخطورة قائمة وتسديده من عبد الكريم حسن ولكن مبعده تعود الى علي حسن بوسط الملعب. علي حسن يعيد الكره الى عبد الكريم، عبد الكريم ناحيه اليمين، عبد الكريم يحاور يراوغ يوسف فياض ولكن تدخل من احد مدافعي فريق الوحده والحكم يعلن عن خطا على يوسف فياض فياضي. إذن يقود هذه المباراة لفريق الساحل طبعا المدرب أحمد درويش لعدم حضور أو تواجد الكابتن عبد الناصر مكيس الذي غاب عن فريق الوحدة عن فريق الساحل بعد مباراة الحرية، حتى الآن لم يحضر. وأيضا جميع لاعبي فريق الساحل لم يتابعوا الحصص التدريبية، غابوا عن جميع الحصص التدريبية خلال هذه الفترة لتعتمد إدارة النادي أو اعتماد إدارة النادي على مجموعة اللاعبين الشباب. طبعا بعض اللاعبين لديهم موهبة وهناك طبعا وقت لبعض اللاعبين لتناول المياه. إذا غيابات فريق الساحل، محمد مصري الحارس، عمار سليمان، أحمد كليسي، طه العايك، حسن أبو كاف قطاية،
يعني عدة لاعبين، وسيم جفلي، علي سعيد، الغلاب، مؤنس أبو عمشة، يعني نجوم نجوم بفريق الساحل الغائبة حاليا عن مباراة الوحدة، فيما كما ذكرت فريق الوحدة بكامل نجومه يلعب بهذه المباراة. أيضا حتى بالصف الاحتياطي بالنسبة لفريق الساحل هناك غياب لمحمد حديد، حسن الخضور، علي الزير، عبد الله جمعة، يعني عدة لاعبين بفريق الساحل طبعا غائبين، ولكن مرحى وبرافو لهذه العناصر الشابة بفريق شباب الساحل التي تقدم حتى الآن أمام الوحدة وتجاري فريق رجال الوحدة بكامل نجومه، بكامل طبعا لاعبي فريق الوحدة، ولكن الوحدة يستعرض أو ربما تكون حصة تدريبية بأغلب الأحيان، ليست مباراة سوى أن طبعا تجمع الفريقين على المحبة والود. كرة لفريق الوحدة على مشارف منطقة الجزاء ناحية اليمين عند محمد زينو، محمد زينو إلى حميد ميدو، حميد ميدو على مشارف مقطوعة الكرة تعود لفريق الساحل، ولكن هناك صافرة لخطأ على مشارف منطقة الجزاء لفريق الوحدة. إذن فريق الساحل طبعا كان هداف الفريق أحمد غلاب برصيد 7 أهداف، هو غائب حاليا عن فريق الساحل كما ذكرت، وعدة لاعبين سجلها بمرمى الشرطة وجبلة والحرية، وهذه كرة لفريق الوحدة على مشارف منطقة الجزاء، كرة من مكان خطر، طبعا المتخصص حميد ميدو أو محمد زينو، من ينفذ من يسدد؟ الزينو يسدد كرة قوية وترتطم بالدفاع وتعانق الشباك، والهدف الثاني لفريق الوحدة. إذا هدف لفريق الوحدة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة سددها محمد زينو وارتطمت بأحد مدافعي فريق الساحل وتابعت الطريق إلى المرمى، والهدف الثاني لفريق الوحدة. إذا حوالي نصف ساعة مضت من أحداث الشوط الأول، والوحدة يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول كان من نصيب أنس العاجي بعد عدة تمريرات سدد من داخل الجزاء وسجل الهدف الأول، والهدف الثاني كما تابعنا في اللقطة الماضية لمحمد زينو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء وارتطمت الكرة بأحد مدافعي فريق الساحل وخدعت الحارس العيزوقي وعانقت الشباك، والهدف الثاني لفريق الوحدة. إذن هدفين لفريق الوحدة مقابل لا شيء لفريق الساحل. كرة ناحية اليمين عند يوسف فياضي، يوسف يوسف يوسف، كرة إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن تدخل بالوقت المناسب من أحد مدافعي فريق الوحدة، مبعدة الكرة إلى وسط الملعب تعود لفريق الساحل باتجاه عبد الكريم. التدخل أيضا لفريق الوحدة عند الحلاق يعيد الكرة إلى الخلف. إذن يدرب فريق الوحدة الكابتن أيمن حكيم، عدة مدربين مروا على هذا النادي، طبعا أيمن حكيم ليست له هذه المرة الأولى بتدريب فريق الوحدة، طبعا هي ثالث مرة بيستلم تدريب فريق الوحدة. أيضا مهند الفقير، الكابتن مهند الفقير كان له تجربة مع فريق الوحدة، والكابتن رأفت محمد، والمرحوم طبعا المدرب نيناد، وأيضا حسام السيد كان له تجربة مع فريق الوحدة بالتدريب، ومنصور الحاج سعيد وأحمد الشعار ومحمد جمعة والكابتن نزار محروس والكابتن ضرار الداوي وعساف خليفة، غسان معتوق، نجوم طبعا دربوا هذا النادي. وهو طبعا نادي الوحدة، هذه كرة لفريق الوحدة دخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا تدخل لمدافعي فريق الساحل. أول نادي سوري كان بيشارك في دوري الأبطال الآسيوي في موسم 2005 فريق الوحدة، طبعا نجوم كبار مروا على هذا النادي منذ تأسيس هذا النادي، وهذه كرة
ولكن الأقرب إلى طه الموسى رياض أصفهاني، أحد طبعا نجوم هذا النادي، ونور الإذلبي وغزان كزبري وحسن درويش، نزار محروس، جمال كشك، عيد بيرقدار، سامر عصاصة، سامر درويش، حسام السيد، عساف خليفة، المرحوم محمود محملجي، طبعا هذا اللاعب الكل يتذكر هذا اللاعب نجم منتخبنا الوطني للشباب، لؤي طالب، علي خليل، غسام معتوق، ينال أباظة، ماهر السيد حاليا هو رئيس نادي في نادي الوحدة، رأفت محمد ومعتصم عليا وعمر خريبين هو أحد نجوم أيضا المنتخب الوطني والمحترف حاليا خارج القطر، وعمرو ميداني. إذن حتى الآن أتحدث حتى الآن الوحدة في رصيده هو بالمركز الخامس برصيده 44 نقطة، وهو متقدم حتى الآن بهدفين، وهذه كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا تدخل بالوقت المناسب من بشار عيسى ويبعد الخطر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لفريق الوحدة. برافو لشبان نادي الساحل، طبعا مجموعة من الشباب تلعب هذه المباراة لغياب كامل للكادر التدريبي واللاعبين عن هذه المباراة، لذلك كان رأي إدارة النادي أن يلعب فريق الشباب في هذه المباراة، وهي تجربة لهؤلاء الشبان طبعا أمام نجوم فريق الوحدة الذي سينطلق في 21 من هذا الشهر إلى المملكة البحرينية للمشاركة بتصفيات كأس الاتحاد الآسيوي. كل التوفيق لنادي الوحدة في هذه البطولة، وأيضا كل التوفيق لنادي تشرين أيضا ممثلنا طبعا في هذه البطولة الثانية. ركلة ركنية لفريق الوحدة عند حميد ميدو، حميد على التنفيذ، كرة إلى داخل منطقة الجزاء بعيدة عن الجميع باتجاه محمد زينو، يعيد الكرة إلى الحارس ولكن الأقرب إلى المدافع الذي يبعد الخطر بالوقت المناسب. الخطورة لفريق الوحدة والسيطرة هي طبعا الأكثر حضورا لفريق الوحدة، الساحل لم يكن له أي حضور داخل منطقة الجزاء أو أي خطورة على مرمى طه الموسى. طه الموسى بيضع الكرة مباشرة باللعب إلى وسط الملعب، الكرة لا زالت عند لاعبي فريق الوحدة، عدة نقلات وتمريرات بوسط الملعب لفريق الوحدة. طبعا مباراة كما ذكرت مباراة هامشية، مباراة استعراضية قد تكون بالنسبة لفريق الوحدة، وأيضا هي هامشية وحضور فقط بالنسبة لفريق الساحل الذي نتمنى طبعا أن تكون عودته سريعة إلى دوري الأضواء إن شاء الله في الموسم القادم. نادي الساحل قدم مباريات جيدة هذا الموسم وكان له حضور، ولكن في الكثير من المباريات لم يحالف الحظ هذا النادي. كرة بوسط الملعب إلى الحلاق ناحية اليسار، حميد ميدو بوسط الملعب، ميدو 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 إلى محمد زينو، واحد اثنين بين محمد زينو والميدو، تعود الكرة إلى محمد زينو، الكرة بيني والهدف الثالث، الله، الهدف الثالث لفريق الوحدة. يبدو أن محمد حلاق هو صاحب الهدف، نتابع من صاحب الهدف الثالث لفريق الوحدة. إذن ثلاث أهداف مقابل لا شيء لفريق الوحدة، حوالي 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، والوحدة يتقدم بثلاثية على فريق شبان الساحل. إذن ثلاث أهداف لفريق الساحل. إذن محمد حلاق هو صاحب الهدف الثالث، نتابع بالإعادة كيف طبعا كان توغل جيد لهذا اللاعب الشاب محمد حلاق، سجل الهدف الثالث حتى الآن لفريق الوحدة بمرمى الساحل. إذن ثلاثية لفريق الوحدة مقابل لا شيء لفريق الساحل. إذن أنس العاجي صاحب الهدف الأول، ومحمد زينو صاحب الهدف الثاني، والحلاق الهدف الثالث. كرة ناحية اليمين إلى داخل منطقة الجزاء اتجاه أنس العاجي،
أنس يعيد الكرة إلى ميدو على مشارف منطقة جزاء وتسديدة على الطاير ولكن بعيدة عن مرمى العزوقي حارس مرمى الساحل. إذن 3 أهداف لفريق الوحدة حتى الآن مقابل لا شيء لفريق الساحل. حوالي 8 دقائق على نهاية الشوط الأول والوحدة يتقدم بثلاثية مقابل لا شيء. الكرة تعود لفريق محمد زين، محمد زين وتسديدة قوية ولكن تدخل وردة فعل رائعة جدا من العزوقي هذا الحارس الشاب، طبعا يتصدى لتسديدة قوية لمحمد زين، هو يبعد الخطر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لمصلحة فريق الوحدة. طبعا الوحدة مسيطر بشكل تام وكامل على مجريات الشوط الأول حتى الآن. أتحدث الساحل لم يكن هناك له أي حضور أي خطورة على مرمى الوحدة. ركلة ركنية لمصلحة فريق الوحدة. الحلاق على التنفيذ صاحب الهدف الثالث بمرمى الساحل حتى الآن. الحلاق محمد، كرة إلى داخل منطقة الجزاء ومبعدة أيضا والتسديد من محمد زين وأيضا تدخل ولا أحلى من العزوقي ويبعد الخطر إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية أخرى أيضا لفريق الوحدة. إذا ردات فعل وحارس شاب واعد العزوقي طبعا تصدى لكرتين خطيرتين لمحمد زينو ولكن حتى الآن تلقت شباكه 3 أهداف من مواجهات مباشرة مع المرمى. كرة إلى داخل منطقة الجزاء وأيضا محمد زينو وأيضا خارج المرمى، ركلة مرمى لفريق الساحل. إذن تشرين كما ذكرت هو حاليا من توج بلقب بطولة الدوري، حاليا هو يلعب مع الكرامي بملعب الباسل بحمص. طبعا هناك طبعا تتويج واحتفالية لفريق تشرين مساء هذا اليوم، سيتم الاحتفال والتتويج لفريق تشرين بهذا اللقب، لقب بطولة الدوري. تشرين يمتلك من النقاط 59 نقطة قبل هذه المرحلة الأخيرة، والجيش 54 والكرامة 49 نقطة، وكما ذكرت حطين 44 نقطة والوحدة 44 نقطة قبل هذه المباراة. أتحدث حطين يلاقي الوسبة طبعا اللاذقية، الوسبة له 25 نقطة بالمركز التاسع وحطين بالمركز الرابع، الكرامي بالمركز الثالث له 49 نقطة يلاقي تشرين بطل الدوري هذا الموسم ب 59 نقطة، الفتوة الذي طبعا كانت صحوته متأخرة ونجا من الهبوط واستمر ضمن دوري الأضواء، حاليا هو يلاقي الفريق الحرية الذي أيضا رافق فريق الساحل إلى الدرجة الأولى وهبط رسميا مع فريق الساحل. الفتوة ب 21 نقطة والحرية ب 15 نقطة، فيما الاتحاد يلاقي حرجلة بحلب، الاتحاد بالمركز الثامن له 26 نقطة وحرجلة بالمركز 11 له 23 نقطة. ربما تكون مباراة هامة لفريق الحرجلة، إن فاز على الاتحاد يتساوى الاتحاد وحرجلة بعدد النقاط. الجيش يلاقي الطليعة طبعا الطليعة يلاقي الشرطة بملعب حماة، الطليعة بالمركز السادس ب 36 نقطة، الشرطة بالمركز العاشر ب 24 نقطة، فيما الجيش يلاقي جبلة بدمشق. الجيش كما ذكرت بالمركز الثاني ب 54 نقطة، وجبل بطل كأس السيد رئيس الجمهورية لهذا الموسم ب 29 نقطة بالمركز السابع. أفضل هجوم بالنسبة طبعا لهذا الموسم كان هو لفريق تشرين والجيش، فريق تشرين والجيش متساويان طبعا بتسجيل الأهداف من حيث الهجوم، تشرين له 41 هدف وأيضا الجيش له 41 هدف، فيما أفضل دفاع أو أفضل دفاع وحارس مرمى لهذا الموسم كان من نصيب فريق الكرامي 13 هدف تعرضت شباك فريق الكرامي هذا الموسم، يلي فريق تشرين أيضا ب 14 هدف. إذا الكرامي ب 13 هدف وتشرين ب 14 هدف.
إذن أيضا فترة استراحة لمعالجة أحد لاعبي فريق الساحل. إذن مجموعة كبيرة جدا من لاعبي فريق الساحل هم غياب عن الفريق، هداف الفريق أحمد الغلاب، مؤنس أبو عمشة، علي سعيد، وسيم جفلي، محمد قطاية، هذا اللاعب طبعا، حسن أبو كف، طه العايق، أحمد كليسي، عمار سليمان، محمد المصري. فريق بالكامل يعني حتى مع مجموعة اللاعبين الاحتياطيين بفريق الساحل هم غياب عن الفريق: عبد الله جمعة، علي الزير، أحمد أسعد، محمد حديد، حسن الخضور، بالإضافة للمدرب عبد الناصر. كيس كرة إلى داخل منطقة الجزاء من محمد زينو، كرة عرضية ولكن مبعدة، وتدخل من مدافعي الساحل ويبعد الخطر وتعود الكرة إلى وسط الملعب لفريق الوحدة. مقطوعة الكرة أيضا، لازالت الخطورة قائمة لفريق الوحدة، ولكن تدخل بالوقت المناسب لياسين عباس ويبعد الخطر. ياسين، لازالت تعود الكرة لفريق الوحدة ومبعدة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لفريق الساحل. آخر طبعا 4 دقائق من أحداث الشوط الأول، ولا زال تقدم فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. سجل أنس العاجي بعد مرور حوالي 4 دقائق الهدف الأول لفريق الوحدة، وعزز محمد زينو بتسديدة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بأحد المدافعين وعانقت الشباك، وكان الهدف الثالث من نصيب محمد حلاق بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء ومن مهارة فردية. سجل محمد حلاق الهدف الثالث لفريق الوحدة. كرة بوسط الملعب عند حميد ميدو، حميد يعيد الكرة لوسط الملعب، تغيير اللعب باتجاه اليسار، عدة نقلات جميلة لفريق الوحدة بوسط الملعب. طبعا الأكثر حضورا والأكثر خطورة والأكثر تواجدا بهذا الشوط فريق الوحدة، لم يكن أي حضور أو أي تواجد لفريق الساحل في هذا الشوط، لم يختبر حتى الآن ولا بأي كرة طه الموسى حارس منتخبنا الوطني الذي تم طبعا ضمه إلى المنتخب الوطني مؤخرا من قبل المدرب نبيل معلول. وهناك خطأ وصافرة من الحكم أحمد خليفة يحتسب على خطأ لمصلحة فريق الساحل. طبعا فريق الساحل بتضافر جهود كافة أبناء هذه المدينة قادر على العودة إلى الأضواء من جديد. هناك عملية إسقاط للكرة من الحكم أحمد خليفة، الكرة عند محمد حلاق صاحب الهدف الثالث لفريق الوحدة بمرمى الساحل حتى الآن. كرة أمامية باتجاه محمد زينو، محمد زينو على المشارف منطقة الجزاء والخطورة لا زالت قائمة، والتسديد والهدف الرابع، الهدف الرابع لفريق الوحدة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، هدف جميل جدا لفريق الوحدة. إذن 4 أهداف حتى الآن لفريق الوحدة مقابل لا شيء لفريق الساحل. ضياء الحق إذن هو صاحب الهدف الرابع بمرمى الساحل، 4 أهداف مقابل لا شيء لفريق الساحل. فريق الساحل كما ذكرت وأكرر، فريق الساحل يلعب بهذه المباراة بمجموعة من اللاعبين الشباب أمام جميع عناصر ومخضرمي فريق الوحدة. إذن رباعية لفريق الوحدة حتى الآن قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق، الوحدة يتقدم على الساحل ب4 أهداف مقابل لا شيء. أنس العاجي افتتح التسجيل وعزز محمد زينو ومحمد حلاق، وحتى الآن طبعا ضياء الحق هو صاحب الهدف الرابع بمرمى فريق الساحل. كرة عند محمود غانم بوسط الملعب، علي حسن، علي حسن إلى رائد سلوم، مقطوعة الكرة من حميد ميدو تعود إلى محمد حلاق، محمد حلاق ناحية إلى أنس العاجي، الحلاق 1-2 خذ وهات والتسديد والهدف، الهدف الخامس محمد زينو، محمد زينو يحرز الهدف الخامس مع انتهاء
طبعا الوقت الأصلي لأحداث الشوط الأول، الوحدة يضيف الهدف الخامس عبر محمد زينو. إذا 5 أهداف لفريق الوحدة مقابل لا شيء لفريق الساحل. إذا محمد زينو يسجل الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة والخامس لفريق الوحدة، 5 أهداف لفريق الوحدة مقابل لا شيء لفريق الساحل. الكرة بوسط الملعب عند علي حسن. علي حسن كابتن فريق الساحل ناحية اليمين باتجاه يوسف فياضي. يوسف لازالت الكرة عند يوسف، بمر ناحية اليمين إلى علي إلى يوسف رائد، وهناك صافرة نهاية الشوط الأول من الحكم أحمد خليفة الذي طبعا أعلن بتقدم فريق الوحدة ب5 أهداف مقابل لا شيء لفريق الساحل. كل التحية لكم، على أمل اللقاء بكم في أحداث الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.